كامل اسمك الكامل. وضاح كامل يونس. كيف اعتقلوك؟ فتحوا الباب علي. وشو سويت؟ طلعت. طلعت هيك؟ سلمت حالك يعني؟ فاين يعني بس انا ما بعرف. انت كنت لحالك بالنفير؟ اخر اربع ايام كنت لوحدي. شو المكان هذا؟ شو هو المكان اللي جابوك منه؟ شو فيه؟ هي في عندنا غرفة نفق. نفق يعني تحت الارض؟ تحت الارض. انا لها غرفة محصنة. اوكي. نزل عليها السنترال اساس مش فاكر لما يجي ضربة بالكهرباء المبنى تاخذ ضربة. في تابعة لمين يعني؟ المنظمة الاقتصاد. لمين؟ حزب الله يعني؟ حزب الله. تمام. هسا بدي افهم وين بقية العناصر؟ مش عارف. اخر فترة كان في بعد ثلاثة، كان في نقطة ثانية فيها أربعة قبل ما يهجموا على النقطة اللي عندنا. صار استهداف الطيارات وقدم الاتصال بديلك الأربعة. اوكي. الأربعة أشخاص وقدم الاتصال كمان. بعد منهم في ثلاثة أيام صار الهجوم على النقطة. هؤلاء الثلاثة اللي كانوا معي معش أصلا هم كانوا طالعين من عندي قبل بيومين. ليش بس ليش ولا واحد من كل حزب الله ما ساعدك لما كنت هناك؟ انا بعتقد قبلي ما عادش فيها حزب الله. شو معناته؟ وين كلهم؟ هربانين. هربانين على وين؟ لا بيت ولا عيطرون لا ناس. شردوا يعني كل حزب الله شردوا؟ لا اغلبيتهم. شو؟ كلهم؟ هول اربعه اللي اخر غاره هو مسؤول البقعه ونائبه من وكل كل واحد اخذ القرار لحاله وشرد ولا كيف؟ من الاساس كانوا شردين. ليش نقللهم يعني ولا كيف؟ لا عشان اول صار كان في عندهم خلافات بين بعضهم. احكي لي شو كنت غضبان بس ليش شردوا فعلا؟ والله ما بعرف. لا اقول الصراحه يعني انت بتعرف ليش شردوا؟ بلغه حزب الله. اللي هي الدين. انه ايش؟ اللي هي الدين. شو معناته؟ يعني بلا دين. انا انسان فايت ليقبض مصاري وغاز. هذا السبب يعني؟ انا هيك احنا بحزب الله يقولوا عنه. خافوا من اسرائيل يعني بشكل عام؟ شو؟ اكيد طبعا خافوا كمان. انت حسب رايك اغلبيتهم يا كلهم شردوا؟ قول لي بصراحه كل المناطق اللي انتوا اشتغلتوا منها هي كلها طابعة لحزب الله في جنوب لبنان؟ صراحة كون صريح يعني لا بشكل عام حزب الله الأماكن اللي هي اشتغلت منها تابعة إلها كلها؟ أكيد لا. شو معناته؟ شو معناته؟ يعني نحن لا بس بيطلع حزب الله بيشتغل من حولها رئيس بلدية حولها حزب الله طنش روح على رمش رئيس بلدية ترمش مع سمير جعفر ما بيطنش نعمل مظاهرة هيك حزب الله عم يرمي من بده يقتلنا اولادنا وبده يفك يدمرنا وبيوتنا وهيك. قوات رضوان يعني اللي كانوا في جنوب شو كان هدفهم في اخر فترة يعني خلينا نقول؟ من اللي سمعته؟ كان بنمشي بس كان موجودين بالجنوب انه يردوا الهجوم اذا صار. وبعدين؟ شو بتغير الوضع؟ يمكن يتقدموا على الجزائر. يعني يتقدموا جوا اسرائيل يعني؟ هيك كان هدفهم؟ هذا كان مخطط، بيقول لك لانه اذا صارت المعارك. بس فعلا يعني شو اللي صار؟ بعد ما فعلا يعني وينهم؟ بعد ما اغتالوا السيد حسن ما عادش بين حرمين.